هي مرحلة صعيبة بالنسبة لمرحلة صعيبة في العالم كامل، ماشي غير بالنسبة لينا حنايا، اقتصاد تاع العالم كامل هبط، ماشي غير حنا. وكنتمناو اللي جاي يكون حسن من اللي فات ان شاء الله، والله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي. الاجراءات اللي اتخذنا، الاجراءات اللي التدابير اللي عطاتنا الوزارة الداخلية، كل شيء تقريبا، كل شيء المعقمات ضرورية بالنسبة للكليان اللي غيدخل عندنا، بالنسبة للخدامة ضروري ما كنوصلوا للخدامين معنا على التباعد بيناتهم، كيخدم واحد في البوست كيبقاو يتشونجاو كل مرة. بالنسبة للكليان ضروري ملي كيدخل كتدير لي باش كيعقم رجلي، باش كيعقم يدي، ملي كيدخل ضروري كل وقيته كنوصيو السربايه باش يمسحوا الطوابل، ضروري من التعقيم. التعقيم خصو يكون، هي كان من قبل ودابا خصو يكون اكثر باش ان شاء الله نحدوا من انتشار هذا الوباء يا ربي. الدجاج مشهورين به حنا بزاف، الكليان كيجيو من مدينه اخرى، كاين اللي كيجي كيقول لك انا ما بغيتش ناكل شي حاجه من غير الدجاج، ما كيلقاش الدجاج كيبقى يتسنى حتى يطيب. مشهورين به بزاف حيت الطياب الطريقه باش كنطيبوه ما كيطيبهاش شي حد. في الدجاج عندنا الطنجره ديالنا، كنطيبوه في الطنجره تاع النحاس على الفاخر، كيتحمر بطريقه تقليديه. شي حوايج الناس كيقول لك حنا كنحسوا براسنا بحال مريحين في شي عرس، هذا الشيء اللي كاين. الناس كيعجبهم داك الشيء، الطياب اللي كيقول لك انا واخا كنحاول بعض المرات كتعطيهم الطيابه ديالنا الطريقه وما كيطلعش ليهم كيف ما كطيبوا هي.